حيض عندنا؟ قلت له جثه بنتي. قال لي ايه اللي يزمي؟ اثبتي لي، لان انا مش هتحرك من هنا. قلت له طب ثواني عليا انا بقى بصوت. مسكت تليفوني ورنيت على امه، يا عمتي بنتي اتقتلت. قالت لي بقول لك ابني قتل بنتك ومرميه فوق لوحدها في الشقه، ولا تلحقيهم وخلي بالك لا يكون عايز يقتلك. انت فين؟ قلت لها انا عندي الاسم. قالت لي طب خلاص انا جاي لك لحسن ابني عايز يقتلك. اما نزلت بتقول لهم خدونا البوكس. طلعنا قام الظابط عامل لي لا الشقه مقفوله بقف، انا مش هكسر باب الشقه. انا شميت ريحه بنتي. قلت له انا بنتي جوه في الشقه دي وريحه بنتي، بنتي بتكلمني، بنتي جوه، انا حاسه ان بنتي بتقول لي يا ماما انا جوه ميته جوه. قال لي كل ده ما ينفعنيش. لقيت اخوه قال لي انتي نقصتيني منه قبل كده، فانا هكسر باب الشقه عشان اجيب لك حق بنتك، لان بنتك ام طبعا. الظابط ما رضيش يكسر الباب عشان عايز اسنان. فلما كسروا الباب، كسروا الباب، الظابط قام طلع قال مني كسر. قال له انا، قال له انا هحبسك، مش هحبسك، هحبسك لو ما لقيتش حد جوه. قال له ماشي. بالفعل جينا نخش، الظابط دور هو والام، انا اللي معاه ما لقوهاش. قلت له انا حاسه ان بنتي جوه حضرتك. قال لي لا بنتك مش جوه، وانت تعالوا بقى معايا. واحنا خارجين كده قلت له بص ايدك تعالى معايا تاني نخش الاوضه، انا بنتي جوه والله. يا نعمه يا نعمه، يعني جات لي زي استيريا ولا جنان ما اعرفش. بضرب بعيني على السرير، طبعا هو كان ناصح شويه، لفها ورماها جنب الحيطه بحيث ان يشوف السرير ده ايه فاضي. بس هي عضله ربنا ان البنت التوكه بتاعتها بتاعت شعرها هي اللي طالعه من المفرش. قلت له دي توكه بنتي، ولو شديت المفرش ده حضرتك هتلاقي بنتي. لقيت لهم انا ماسك ايدي كده ورايحين بالراحه بيشدوا، لقوا نعمه سايحه بدمها ونفوخه طالع كده وشها كله متدمر. خدوني وخرجوني بره لغايه رئيس المباحث كلمني بالتليفون، خد بيانات محمد بيه، ورئيس المباحث احمد بدر الله يبارك له، الله يبارك لهم بجد. بتوع المباحث، انا بقول على بتوع المباحث الله يبارك لهم بجد، بتوع اسم الزاويه احمد بدر، انا بقول اساميهم للناس اهو كانوا في جنبنا احمد بدر. وفي كذا ظابط انا ما اعرفهمش، وفي ظابط اسمراني، الناس دي كلها وبتوع الطب الشرعي، الناس دول كلهم كانوا احن من يعني وقفوا جنبي كده وخدوني. طب تعالوا وفضلوا، انا كنت خايفه ان هو ينزل مع الصبح، لقيت الحكومه نازله مع الصبح وما تخافيش. لقيت الدنيا اتقلبت، ما فيش في اقل من ساعه احنا هنجيبه وما تقلقيش، وهاتي عيالك وما تقلقيش. طبعا امه بره، ابنك قتل بنتي، اي حد لو ما كان انا هقتل ابني سيبينا، انا ابني هيتحبس، انا بلغت وانا عملت. لقيت الضباط قاموا خدوني اللي هو احمد بدر ورئيس المباحث، انا ما اعرفش رتبهم ايه، محمد بي علي، خدوني. وبعد الطب الشرعي كان كرم ليهم ان هم دخلوني تاني لبنتي، لبستها لان هي كانت عريانه، لبستها وبوستها وشغلت لها قران وخدوني. بداوا التحقيقات معانا في اقل من 12 ساعه، وانا يعني انا بقول اللي حصل اخطاء اللي حصلت من الضباط او من الامناء، بس بقول الصح ان رئيس المباحث لو كان من اول يوم هم دخلوني ليه كان ممكن نلحق بنتي ولحق عيالي. ذنب بنتي في اللي كل واحد قصر معايا، اما دول ما قصروش، دول جابوني في اقل من 6 ساعات، يعني عقبال 6 الصبح كانوا هم مسكوه. ضبطوه فين بقى؟ في حته في عبود. جابوه ازاي انا ما اعرفش. هم بيقولوا ان هو كان داخل محل خشب، بس هم جابوه عن طريق ابني ان هو كلم في التليفون، فهم استدرجوه جابوه. بس تعبوا يعني، هم فضلوا معايا لغايه ما حتى لغايه ما هم خدوا البنت. انت دلوقتي في النهايه يعني نعرف مطالبك. مطالبي بقول لكل ام، لكل ام ما تخافش من جوزها لو لقيته وحش في يوم من الايام. تقول لأي حد، لو هتوصل بالسيسي تروح لأي حد في حكومة في حاجز بحق الطفولة ودولة تلحق عيالها، ما تقعدش مع واحد كده لأنه فعلا ما بيتعدلش، اللي هو عمره ما بيتعدل. أنا خدت عيالي بس هو ما رحمناش، هو ما رحمنيش لنا ولا عيالي، لغاية ما جوزت واحد فيهم كنت أضرب جنبهم كلهم، بقى ياخدهم ما لقاش بيدي حاجة. بقول لكل ام تخلي بالها من ضناها، اللي تلاقي راجل وحش بيشرب بيعمل
بيشرب ايس بيعمل حاجه تتاكد ان اي من العيله هيموتوا.